الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. كأن الشيخ الأكبر ابن عربي فيلسوف الإنسانية صاحب الفتوحات وترجمان الأشواق، الشخصية المحورية في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته الحالية، يرسم بأبياته الخالدة هذه أعظم تجليات التسامح الملهمة للشعوب في التاريخ. شعوب يفرقها التعصب الأعمى، شعوب يقودها أرباب الفتن صناع التطرف والكراهية، شعوب ليلها مظلم كنهارها، شعوب غارقة في الطائفية والمذهبية والاحتراب، وكأنها نسيت أو تناست السلام والرحمة والتعايش بين بني البشر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق الله العظيم. أيتها السيدات، أيها السادة، أفلا نجد في أبيات ابن عربي صدى هذه الآية الكريمة في التسامي فوق الصغائر والتعالي على الأنا المشترك الإنساني، تجديد روح المحبة، إحياء قيم الاعتراف بالآخر التي من دونها الموت والفناء. الحضور البهي، لقد قالت دولة الإمارات كلمتها وأعلنت مشروعها الحضاري. قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كلمته وأعلن عام الخير بعد عام القراءة ليوحد وجدان الإماراتيين ونبض الإمارات. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كلمته وجعل التسامح منارة للسعادة وأسلوب حياة. قال كلمته وأعلى مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمته وجعل التربية الأخلاقية منهجاً وطريق عمل. قال كلمته وجعل الشباب عنواناً للمسيرة التموية. قال كلمته وأطلق مجلسه مجلس الشيخ محمد بن زايد لأجيال المستقبل. قال كلمته وحظرت التنظيمات الإرهابية والكيانات الاحترافية التي تسعى إلى خراب العمران. قال كلمته ووضع قوانين عصرية لمحاربة الكراهية والعنصرية والتشدد. قال كلمته ودشن مشاريع الطاقة النظيفة ومرحلة ما بعد النفط. قال كلمته وأطرق البادرات الثقافية والفكرية، جائزة الشيخ زايد للكتاب، معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، مشروع كلمة للترجمة. أجل، لقد قالوا جميعا كلماتهم. إن الراحل الكبير الشيخ زايد هو صانع الرؤية وأمير الكلم وسيد الفعل. أصحاب السمو والمعالي الفائزين الكرام،
في منتصف السبعينات من القرن الماضي زار الدكتور عبد الله العروي العاصمة أبو ظبي، يوم كان الشيخ زايد يبني مجتمع الإمارات على التنوع في إطار الوحدة، على الأصالة والحداثة. طرح العروي معالم مشروعه الفكري القائم على العقلانية والبحث عن سبل النهوض الحضاري، وكان الشيخ زايد من قبل قد أدرك أن العقل هو محرك الحضارات وصانع التقدم. وها هي أبو ظبي بعد 40 عاماً تعلن ماضيها بحاضرها وتحتفي بالعروي شخصية العام الثقافية. نكرم مع المفكر والمؤرخ الكبير الدكتور عبد الله العروي النظرة العقلانية التي ترفض تسييس الدين وتدين السياسة وعدم الخلط بينهما. نكرم مع الشيخ أبدور بنت سلطان القاسمي دور النشر الجادة الحريصة على حاضر الطفل العربي ومستقبله. نكرم مع المفكر الإسلامي محمد شحرور قراءته المستنيرة للقرآن، ونكرم كتاباً ونخبة من الروائيين والمترجمين ممن رسموا الحرفية العالية ودهشة الكتابة ومشاغل الإنسان العربي وقضاياه الملحة في عصرنا هذا. أيها الجمع الكريم، يسعدني أن أتوجه بالشكر إلى مكتب الجائزة والمحكمين والهيئة العلمية ومجلس الأمناء لما بذلوه من جهد مخلص وصادق ومهم. واسمحوا لي أن أستعير في هذا الاحتفال المهيب صوت أبي الطيب الشاعر الأثير لدى الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، كي أختتم كلمتي بيتان كان يرددهما باستمرار: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.